بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثاني والثانوي، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة الحصة الأولى في مراجعة الترم الأول، يونت 1، changes، التطورات. بعض من الشباب والناس كبار السن، وديالوج ما بين الاتنين عن الأشياء الحديثة مع الشباب والأشياء القديمة اللي موجودة مع أجدادنا وآبائنا. فالشباب بيقولوا We have mobile phones now. We have mobile phones now، يعني احنا دلوقتي معانا موبايلات. أما الأجداد قالوا We didn't have mobile then. كلمة then يعني تعني في الماضي، وبتشير إلى التليفونات القديمة. في exercise 2 بيقول لي read and practice، وبيعودني هنا إزاي أكون جملة في الحاضر وإزاي أكون جملة في الماضي. We have mobile phones now. كلمة now بتشير إلى الحاضر، الآن أو هذه الأيام. We have، نحن لدينا موبايل فونز. People had telephones then، وzen تشير إلى الماضي. People had، والhad الماضي بتاع have أو الباست بتاع have. They يعني هم. They didn't have، they didn't have، هم لم يكن لديهم computers in 1950، هم ما كانش عندهم كمبيوتر سنة 1950. Exercise 3. Make true statements. Use this chart to help you. اجعل جمل حقيقية مستخدما هذا الجدول. هو هنا اعطينا example. Use these verbs، استخدم هذه الأفعال: have، use، watch، drive، buy. have يعني يملك أو لديه، use يعني يستعمل أو يستخدم، watch يشاهد، drive يقود، buy يشتري. أعطينا example: people have mobile phones now. الناس لديهم، استخترت واحدة بس من الثلاثة have أو use أو buy، mobile phones now. They didn't have، they didn't have them before 1979. هما ما كانش عندهم موبايل قبل سنة 1979. ده لأن ال first use بتاع الموبايل فون كان كام؟ كان 1979، تمام؟ وهكذا ممكن اقول الاكزامبل بتاع لتر بي، بيرسونال كمبيوتر. ممكن اقول people use، بدل ما كلمة موبايل فون شيلها وحط البيرسونال كمبيوتر now. الناس لديهم او يستخدمون، use يستخدمون، personal computers now. واقول الجملة اكملها: they didn't use، they didn't use them before 1977. جملة الثالثة كاميرا. People buy، الناس يشترون. وشيل كلمة موبايل فونز وحط كاميرا. Now they didn't buy كاميرا. نقول بقى بلاش كلمة them، لأن them دي للجمع. Buy it before 1900. وهكذا مع لتر D و E و F. آخر exercise معانا في الصفحة دي بيقولي make questions and answers about the chart above. بيقولي اعمل أسئلة وإجابات حول هذا الجدول. Example A:
Did people have mobile phones before 1979? No, they didn't. ده على الاكزامبل A. Example B هنقول عليها كده. Did people use personal computer before 1977? No, they didn't. And so on and so on. وبكده بينتهي الدرس الأول في المراجعة. تمنياتي لكم بالتوفيق.